السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله راكم كامل بخير. فيديو جديد. اول حاجه عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله. اليوم راه عندنا الايكون سي 40 والاشباه تاعو، يعني ايكون سي 40، ايكون سي 20، كريستور تي ار 400، تي ار 410. المهم اللي فيه معالجات السان بلس، راح نوريكم كيفاش ديروا له دامب اذا طاح لكم في البوت ولا في الزيرو. كي تشوفوا في لافيشور تلقى زيرو، هذه الحاله تحدث اذا درتوا تحديث عن طريق انترنت وراح لكم تريسيتي في الوصول لحاجه، كيفاش ديروا الدامب بدون الرجوع الى المصلح ولا تدوه الواحد يخدمه لكم. طريقه سهله، انكم تشدوا وتحملوا الدامب اللي راح نحطه لكم اسفل هذا الفيديو ان شاء الله، وتحطوه في كارت ميموار ولا في فلاش ديسك تكون ديجا فورماتي، يعني فورماتي هذاك الفلاش ديسك على فات 32، لازم يكون فات 32. بعد كي تفورماتي تحط هذاك الفيشي هذاك اللي طلعته ديكومبريسي، لازم يخرج يبقى غير الفيشي بين. كي ديكومبريسي سي بون، بدل الاسم تاع الفيشي من اللي كان مكتوب فيه روم ولا اي حاجه. المهم تكتبوا روم ار كبيره او صغيره ام صغيره بوان بين، هذيك راح تلقاها فيه ديجا، انت ما تحتاجش تعاود تكتبها، تما تكتب ما قبل البين، هذيك ما قبل نقطه بين، داكور. من بعدك تركبها في الديمو. الديمو راه يكون ديجا فيشي لك زيرو. واش راح دير؟ اول حاجه راح ديرها انت راك راح تشد تيلي كوموند وتشد ترانسفو تاع تريسيتي، راك راح تنحي تريسيتي كيما هكذا وطفى، تعاود تشعل وتقعد تضغط على المينيو في التيلي كوموند حتى يجيب لك هذه الواجهه ويبدا يفاصي كاع واش كاين. الواجهه هذه لا باز نتاع الديمو، تعاود تفلاشها بالعقل. دوكا نستناوه برك يتفلاشا في هدوء. هادو اجهزه سهله الفلاش، يعني مهما ما قري طاح لك في البوت، طاح لك في الاخر، ما فيش مشكل كبير. ما همش كيما بعض الاجهزه لازم يدامبا عن طريق اللودر ولا يدامبا عن طريق الفلاشه هذيك، يعني يتنحل البروسيسور كومبليتمون ويدامبا عن طريق الفلاشه. هادو سهلين اللي قلنا في الايكون سي 40 اي 20 سي 20، ايضا الكريستور تي ار 400 تي ار 410. يعني الا صرا لك المشكل هذا ما كان لا تروح تخسر عند البائع ولا عند المصلح 50000 ولا 80000، وحدك تستعملها في الدار وراح تمشي لك بطريقة عادية وسلسة بعد ما يمر هذا التحديث. احنا راح نستناو يكمل التحديث ونكملو معكم. كما راكم شفتوا هنا، لما مر الدامب 100% راح يشعل يطفى الجهاز ويعاود يشعل، وراح يشعلنا ان شاء الله باللوغو ايكون، ما فيه حتى مشكل. وراح يعطينا التحديث القديم كما راكم شفتوا، هذا تحديث قديم. احنا واش راح نديرو؟ نديرو مينيو دقيقه فقط. فوالا هذا المينيو تاعو، هذا التحديث الاول ولا النسخه الاولى. راح نجو للنيتورك، عركبوا لاكلي تاع الواي فاي. ايثرنت كونفيغ
نستناو الان يجيب لنا قائمه تاع الويفي اللي راهم قراب لينا. فوالا انا راح ندير مباشره بالهاتف باش ما نضلش ندخل في المود باس. انا لينك كيما راكم شتو راه جا الانترنت عادي تكونيكتا. من بعد نروحوا لهنا للسيتينغ ولا بارامتر ولا اعدادات ونروحوا اوبجريد نت اوبجريد. راح يعطينا تحديث اخر تحديث اللي راه طلقته شركه الايكون اللي هو بتاريخ 23/11/2023 ونخلوه يتحمل هذا التحديث سريع ما فيش بزاف فيه. يا ربي 4 ميجا نورمال. اوكي يس خلوه يعاود يفلاش يروحو ويدير التحديث تاع الجهاز يعاود يطفى ويعاود يشعل من جديد ويكون عندنا هنايا كيما نقولوا النسخة الجديدة للجهاز واللي هي فيها واجهة الايكون السيفا اللي كنا شفناها من قبل في فيديوهات من قبل. ثواني فقط ويكمل التحديث ونشوفوا الواجهة. ما كنتش حاب نحبس ما نديرش تحديث، كنت حاب ندير لكم يعني الفيديو كامل حتى تشوفوا يعني بلي طريقة ناجحة وتمشي وتشتغل بطريقة عادية جدا. والناس اللي ما لقاتش يعني ما لقات لهاش حل ولا صرا مشكل ولا حاجه ما عليهم غير يتواصلوا في الواتساب. رانا نحطوا الواتساب في صندوق الوصف، نحطوا صفحتنا تاع تيليجرام، نحطوا صفحه تاع الفيسبوك اللي راهم اشاك فوا يغلقوها لنا كيما راكم شفتوها. طفى الجهاز دوك يعاود يشعل. ونحطوا ايضا صفحتنا تاع الواتساب وراح نحطوا الموقع الخاص بنا اللي رانا عاودنا خدمناه من جديد فيه منتجات للناس اللي حابه تشري اجهزه ولا تشري حتى لي بي تي في ولا حاجه راح يكون متوفر على الموقع تاعنا كيما راكم شفتوا. storage has not found database. هذه هي الواجهه الاخيره اللي كيما راكم شفتوا اللي فيها الواجهه الاخيره تاع الايكون سي 40. تم التحديث بالطريقه العاديه ومشى مليح. انتم ما عليكم من بعد غير تكونيكتيو بالانترنت ولا تروحوا لهنا باش تطلعوا القنوات 4.0 اونتينا سيتينغ وديروا لا روشيرش يطلعوا لكم القنوات. وبالصحه عليكم، اي واحد عنده مشكله في جهاز يذكرنا اسم الجهاز والمشكل اللي عنده وان شاء الله اذا كفانا الوقت مع العمل رانا نديروا لكم فيديو وتستفادوا يستفادوا كامل الناس. خاوتي بك نطلبوا منكم طلب وهو الدعم، لانه رانا نشوفوا في الصفحه باللي العدد الكبير من الناس اللي راهي تتابعنا غير مشتركه. ما فهمناش علاش الناس راهي تتفرج وتستفاد وتمد ملاحظات بصح ماهيش قادره تشترك. ما على باليش اذا كان فيها مشكل ولا احراج، لكن حنا نطلبوا منكم شويه دعم باش الواحد يقدر يزيد يدير والمجهود هذا ما يروحش هكذا برك. وشكرا.